لكم العفو عند المقدرة قمة مكارم الأخلاق، وعن الأخلاق نتكلم اليوم في نقطة التوازن مع الدكتور مصطفى الصمدي بإذن الله. معنا اليوم كذلك سعاد الهاشمي في الطب الموازي، واللي هي غادي تقدم لنا نصائح لمرافقة الأشخاص المسنين المصابين الأشخاص المصابين بالشلل النصفي في البيت. ما عرفتش علاش نفكر في الناس المسنين هذه اللحظة هذه. والكل غادي يكون إن شاء الله من بعد فقرة صحي ولذيذ مع لالا ماريا بن جلون، اللي هي غادي تقدم لنا وصفات ببذور او زريعات الكتان. مرحبا بكم معنا صباحية الدزامة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. اخبارك؟ كلشي بامان الله. الحمد لله. اليوم سنبي العياشي توا غادي يكون فرحان بزاف، لان زريعه الكتان من بين الحبوب اللي عزيز عليه بزاف وتوصي عليها، واللي كان شار لها في واحد اللحظه وقال بانها تتعاون السيدات في الهرمونات ديالهم كذلك. طبعا الوغ زريعه الكتان تنجبروها رخيصه، تنجبروها العام كله، غير من الاحسن واحد ملي تياخذ تيتناول تياكل زريعه الكتان اما يمضغها مزيان اما تكون مطحونه. علاش؟ حيت ملي ما تتمضغش مزيان تتمشي للامعاء وتتعمل بعض المشاكل. هي غنيه بالطاقه، فيها الالياف دونك صحيه للامعاء، فيها الاحماض الدهنيه لي زاسيد غرا، هي تتلعب دور ضد الالتهابات لي زانفلاماسيون، وضد كذلك ري اونتي اوكسيدون. غير الناس اللي عندهم امراض مزمنه ديال الامعاء ما ياخذوهاش، حيت تلصق لهم في داك لي باغوا بحال لي ديفيرتيكول ولا لي مالادي دو كرون، هذوك يجتنبوها ما ياخذوهاش. واضح. واللي فيها مزيان هي زريعه الكتان هكذا مطحونه تنخلطوها مع الماء، تنقدروا نوجدوا بها الوصفات كلهم اللي تنوجدوا بالبيض. الناس اللي تيديروا الحساسيه البيض او الناس ما تياكلوش دي فيجيتاليان اللي سبحان الله حتى تولي لزيجه حتى هي بحال البيض البيض. وتتعطينا لا ميم كونستيتونس المذاق، يعني هو هذاك هو هذاك. دونك حاول نوجد اون اونتخي ان بلان ان ديسير ان شاء الله. الوغ الوصفه الاولى شنو هو؟ طبعا اون اونتخي. اون اونتخي شنو فيها؟ الوغ فيها الوغ فرماج ميزون بلون، درت معاه شويه ديال الزعتر باش تهضم تهضم مزيان، درت شويه ديال القرعه وخيزو طيب في الفران، درت شويه ديال ماتيشا بوغ لو ليكوبران بوغ لي كروديتي تا هو، شويه ديال الزيتون باش تعطينا هذاك لو بتي كو سالي. الوغ شنو هادي؟ شنو الهدف ديالها؟ لا صوص ديالها اللي درت لا فينيغريت مصوبه بشويه ديال زريعه الكتان مطحونه، مصوبه بشويه ديال الحامض، مصوبه. دونك في الطبق هذا زريعه الكتان حاضره في لاصوص ماشي في لاصوص هكذا، وتن فيها الوغ فيها شويه ديال اللوز هكذا مهرمش، وهنا شويه ديال اللوز مطحون. دونك زيت العود، الملحه، شويه ديال زريعه الكتان مطحونه، وتنزيد معها شويه ديال الماء ولا شويه ديال الحليب باش ما تتقلش. من الاحسن ما نديروش الملحه حيت كاين الملحه في الفرماج وفي الزيتون، وتجي لذيذه وصحيه وتعطينا الطاقه. دونك هذه الوصفه الاولى. لي بيتزا، زريعه الكتان شنو هو؟ الو هنا غتشوف سميره كثرتو العجينه اللي درتها بجريعه الكتان، ها هي شفتيها مطحونه دائما. الله يعطيك الصحه. دونك هنا خدمتي زريعه الكتان في لاباط ديال لاباط ديال البيتزا. الوغ فيها ما درتش فيها البيض، حيت انا لاباط بيتزا تنعمل فيها بيضة، هذه ما فيهاش البيض حيت زريعه الكتان تتعوض البيض درت فيها شويه ديال زيت العود، شويه ديال الزعتر، صوبتها بالطحين كامل، صوبتها نص طياب، درت شويه ديال لاموتاب، شويه ديال زريعه الكتان، ودرت شويه ديال ماتيشا هكذا. هنا كله ما كاملينش جوج ماتيشات وشويه ديال الفرماج، يعني لذيذه رخيصه. بغينا نزيدو شويه زعتر او نخليوها غير بالمذاق ديال زريعه الكتان، وهذه كلشي يقدر ياكلها، حتى اللي عنده المشكل ديال الامعاء يقدر ياكلوها حيت مطحونه. هنا بعض المرات تنرش بزريعه الكتان هكذا طبيعيه ما ياكلوهاش، ولكن هذه كلشي تياكلها. سؤال، قلتي زريعه الكتان نقدر نعوضوا بها البيض في لاكونسيستونس وفي الوصفات اللي تنديروا، واش فيها شويه البروتينات؟ قليل، هما لي غران ما فيهمش بروتينات بزاف، ولكن فيهم شويه ديال البروتينات، يعني ما نعولوش عليها كمصدر البروتينات. لا، ولكن هنا البروتينات فيه شويه ديال الفرماج، هنا كاين شويه الفرماج. دونك تديري التوازن. فوالا، ولكن توت لي غران فيهم شويه ديال لي بروتين، لي بروتين، لي اسيد غرا، لي اوميغا 3، تقريبا زريعه الكتان، الجنجلان، اللوز، هادشي كلهم فيهم شويه ديال البروتينات، حيت ما تنكثروش منها. الوغ لي بلا دو كونسيستونس، الوغ هادو جوج الانواع، شنو هذا؟ الوغ هذا بحال ان كوردون بلو، شويه ديال الدجاج، مصاوب درت فوق منه فروماج صفر، اي فروماج تنجبرو عادي. وشنو درت؟ لا شابلور
طحين محمر وتا هو مخلط بشويه ديال زريعه الكتان دونك وطيب في الفران. وخديت البطاطا حلوه فيها شويه ديال الزعتر شويه ديال زيت العود زريعه الكتان هكذاك حبوب وطيبتها هذه في الفران ها هو تيجي ان بلا كونسيستون دونك لا باتا دوس كلشي اكيد كلشي يقدر ياكلها وان بلا دو ريزيستانس ها هو هذا نزيدو معاه ان سوكرون شويه ديال الخبز ولا شويه ديال الرز وتتعطينا وجبه كامله. وصفة ثانية الحوت. الحوت هنا ان فيلي ان بو فيلي دو 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 ميرلان ولا دو سول باش مصاوب. الوغ هذا مصاوب غير الزعتر وشي جنجلان وشي زريعة كتان وطيب في الفران. ملي طيب في الفران باش نرافقوه تيعطي واحد لوكو اكستراوردينيير بالعنب. تبارك الله. العنب هكذا تقدر تيعطي واحد المذاق زريعة الكتان شويه ديال الزعتر شويه الجنجلان وتناكلوه معاه واحد المذاق يعني داك لو كروكون دونك هادو. والحلاوه حتى هي غادي تجي زوينه. وشتي العظيمات ديال العنب واخا ناكلوهم الا مضغناهم مزيان واخا ناكلوهم بون ما نعطيهمش الدراري الصغار باش ما تفرحلهمش ولكن نقدروا ناكلوهم. دونك شتي بزريعة الكتان يعني نحاولوا نعملوا دي فاريونت. قلينا لو كو دو كور لو كو دو كور لو كو دو كور هاد لي بوتي كيك ولا لي بوتي موفان ولا لي بغينا نسميهم مافينس هادو باش مصاوبين سميرة بزريعة الكتان سا سي لو كتان وي طبعا باينة فيهم جوج معالق ديال الماء معلقة ديال زريعة الكتان مطحونة تنخلطوهم ونخليو واحد ربع ساعة دونك هنا كاين في هادشي كله ستة معالق الماء وثلاثة معالق ديال ألوغ تنقول معلقة كبار زريعة الكتان ماشي بومبي غير من الحسين وتنخليهم حتى تبدا داك لا جيلاتين ديالها تبدا تتعقد شوية تنخلطها دونك تقريبا نقولوا نص كاس ديال الماء ثلاثة معالق كبار ديال زريعة الكتان تنتسنى واحد شويه تنخلطهم بربعه ديال الحليب انا تناخذ حليب نباتي هنا الحليب ديال اللوز تنقدروا نصوبوا في الدار تنطربوا تناخذ اما بوعويد ولا تفاحه تنحكوها وتنخلطوها معاها تنعمل شويه ديال القرفه وملي تيكون هادشي كله مخلط تنزيد معاه هنا تقريبا ما كاملاش 200 غرام ديال الطحين الوغ هنا خديت طحين عادي ما خديتش كاع الكامل طحين عادي وتيكون عندنا شويه ديال لي بيبيت شوكولا تنخلطوهم دونك سا سي لو كو دو كور ما فيهاش البيض ما فيهاش الماده الدسمه نهائيا وزريعه الكتان مطحونه دونك نقدروا ناكلوها ما غاديش تسبب لنا مشاكل ديال لا فيكساسيون في لي باروا انتستينال الناس اللي عندهم مشكل ماشي الناس اللي اكيد اكيد بالعكس تتساهل على الهضم تتساهل على كل شيء دونك entrée plat dessert les jus alors هادو حتى الانواع ديال العصر صحيين هذا شنو فيه alors هذا فيه كاس الماء او كاس الحليب نباتي تندير فيه معلقه كبيره زريعه الكتان تنخليه باش تنطحنو بتفاحه او بعويده واحد alors بوغ نص سيترو تندير ثلاثة ديال التميرات تيطحن هادشي كله وتنصفيوه مع زريعة الكتان مع حليب اللوز فوالا يجي غزال فوالا تنصفيوه تنقدرو نزيدو شوية الزهر ولا تنخليه وتنصفيوه دوك نقدرو نشربوه هكذا يعني صحي 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 وتيتهضم دغيا هكذا شتي خفيف شوية نقدر نرافقو بشوية ديال لي كيوي دوك تنشربوه وتناكلو لي كيوي أون ميم تان ولا شويه ديال لا مانك تتجي جديده مع داك زريعه الكتان وداك القرميشه ديالها تتجي جديده وهادو شنو هادو هذا شويه ديال اللوز دونك هذا شويه فيه طاقه صحيه تناخذ اللوز تنخليه خضر تنحاول ناخذ لوزات كبار تناخذ شويه ديال العسل العسل تنزيد شويه ديال الماء باش ما يتحرقش دغيا تندير فيه اللوز غير يشرب داك شويه ديال العسل تنمرمدو زر الكتان هذا الوغ هذا تيقدر يصبر يومين حتى ثلاث ايام في الثلاجه هادو تيقدروا يصبروا في بتيت بواط ارميتيك من الاحسن ما نديرو السكر نديرو العسل اي ولكن كنتو تتسائلوا فين نديرو زريعه الكتان تيظهر لي بان اليوم وريناكم وعندها واحد انغو اكزوتيك ولكن الا كليناها تنعاود الا كلينا واحد يمضغها مزيان ولا نطحنوها قبل ما نتعاملوها تنشكرك بزاف لالا ماريا بن جلون تلاقاو الاسبوع المقبل ان شاء الله دائما صباحية دوزان مع صحي ولديد لحظه نمشيو نديرو واحد نقطه توازن مع الدكتور صمدي بقاو معنا وكما شرحت بدايه الحلقه نقطه توازن اليوم
تتكلم على قمة مكارم الأخلاق واللي هي العفو عند المقدرة. يعني هي واحد الحاجة اللي تطلب منا الكثير من الصفاء الروحي والقوة الداخلية باش نوصلوا أننا نقدروا نسامحوا. فبغينا نعرفوا اليوم شنو هي الاثار الايجابيه ديال التسامح وديال العفو عند المقدره. العفو عند المقدره هذه حفظناها من كنا صغار، بمعنى انها متجذره في ثقافتنا، نشئنا عليها، ربينا عليها، ولكن التطبيق ديالها كيجي صعيب. كنسمعوها كمبدا اخلاقي عظيم جدا، ولكن الممارسه اليوميه ديال الانسان نفسه تأبى عليه أن يعفو، ولذلك كان العفو قيمة رفيعة في ديننا. وأكثر من ذلك العفو عند المقدرة، ما معنى عند المقدرة؟ أن الإنسان كيسمح في واحد السوء لاحق به، لحقوا واحد السوء وجاته الفرصة باش ينتقم، جاته الفرصة باش يرد الظلم وباش ينتقم لنفسه، ولكنه يعفو. هنا باش نعنيو بالمقدره. هذا المعنى عند المقدره. ماشي فاش نقدروا نسامحوا راه نسامحوا، لا. لا لا لا، عند المقدره. المقدره يعني معناه انه تحت لك الفرصه باش تنتقم. تحت لك الفرصه باش ترد له ذاك السوء اللي دار فيك. وما درتيهاش. اما الا ما تحت لكش فرصه ما قديتيش تعفو. انت كتسمى باقي في موقع الضعف، لكن تكون في موقع قوه، قادر ترد حقك، قادر ترد له الصاع صاعين كما كنقولوا. ترجع لي الصرف بالدارجه ديالك. الصرف ترجع له الصرف، ولكن انت انتصرتي على نفسك، لأن النفس ديال الإنسان تدفعه إلى أن ينتقم لنفسه وأن يعطيها القيمة، خصوصا في المجتمع ديالنا ولات عندنا بعض المفاهيم مع الأسف. ملي كنشوفوا شي واحد سمح في حقه كنقولوا وما قدر يدير له والو، ما قدر يدير معاه والو، ما خلاه ما دار له، ولكن لقاه ضعيف ما قدر يدير له والو. راه خصنا نعرفوا العكس صحيح، والعكس هو الصحيح. خصنا نعرفوا راه العفو لما تعفو عن شي واحد وأنت قادر ترد الحق لراسك كتسمى هذيك قوة، هذيك شجاعة، لأن الدين ديالنا جا باش يصحح المفاهيم، بين أن القوة ماشي في الظلم، ماشي في الانتقام، القوة هي في السماحة، القوة هي في العفو. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أنت قادر ولكن كتقول الله يعفو، الله يسامحه، ما كاينش مشكل. لأنه نقول لك واحد القضية أخت سميرة، شكون اللي كيخلينا ما نعفوش على الناس لما يولي عندنا الحق باش نردو؟ هو الكلام ديال الناس. المشكل شكون اللي كيهمنا؟ واش كلام الناس او لا قول ربي الناس؟ ربي كيقول لك وان تعفوا وتصفحوا والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، بمعنى انه لما كتعفو راك كتخلق بالاخلاق الرفيعه اللي هي عنوان هذا الدين. نعطيك غير مثال، انا كلشي كله كنحاولوا نذكروا به، كنعرفوا فتح مكه لما الرسول صلى الله عليه وسلم رجع لمكه وكانوا طردوه منها، خرج منها وهاجر، ولكن بقات عنده ديك الرغبه يرجع لانه خرجوا من ديور ديالهم، جراوا عليه من ديورهم ومن الاموال ديالهم ومن العشيره ديالهم ومن اهلهم، ومع ذلك صبروا وشوفوا حالهم. كي ما بغاو رجعوا في فتح مكه، رجعوا اقوياء، ولكن رجع الرسول صلى الله عليه وسلم دخل لمكه بدون قتال ولا قطره دم ولا انتقام. اش قال لهم؟ قوله المشهوره كتعرفيها سميره، اذهبوا فانتم الطلقاء. هذه هي القوة. شو القوة؟ هو داخل موقع قوة وكان يقتضي الأمر أنه يدخل وينتقم منهم، ايش عملتوا لي؟ وعلاش ما كيخلوه؟ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الكعبة فهو آمن، اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما عليكمش، الله يسامحكم. وعلاش ما تنحتاجوش بهذا الشيء بعوض ما نسمعوا كلام الناس؟ كيفاش نربي وليداتنا في ظل مجتمع اللي تيحرض على الانتقام وتيحرض على نبينوا القوة الخاطئة أننا نرجعوا الصرف؟ كيفاش نربي وليداتنا على مكارم الأخلاق في حياتنا؟ نربي وليداتنا بالنموذج. أنا كنقولها دائما، راه والله وشوفك وليداتك كتعيش هاد المعاني الأخلاقية في البيت. مثلا ما تظهرش العضلات ديالك والقوة ديالك على الطرف الآخر، سواء كان ابنا أو كان شريكا للحياة، دائما تجنح إلى السلم. وعندنا واحد السنة حميدة، واحد خلق رفيع، وهو التغافل. شنو هو التغافل؟ ما تبقاش تحكر بزاف، ما تبقاش تشوف بزاف، ما تبقاش تبحث. كاين الغفلة وكاين التغافل، الغفلة مذمومة والتغافل محمود. دير براسك ما سمعتيش، ولكن متفق معايا، دير براسك ما شفتيش. واخا متفق معايا دكتور، هذا ليس ضعف، هذه قوة، هذا ذكاء. أنا متفقة معك مليون في المية طبعا، غير غادي تتفق معايا إلا قلت بأن في المجتمع ديالنا للأسف فاش تيشوفوك تتسامح فاش تيحطوك في واحد الخانة ديال الضعيف. كيفاش مع التسامح نبينوا الناس ولا نوريهم الوجه الحقيقي ديال هذيك
الحركه اللي درنا او هذاك الفعل اللي قمنا به. هذه القيمه هذه انا قلت لك لا يقوى عليها الا من وفقه الله، راه ماشي سهله. انا ما كرهتش يعني نبدلوا المفاهيم، نبينوا الناس بان لا نقادوا لهم التصور ديالهم للمعنى القوه والمعنى ديال الضعف. اكبر دليل على ان هذا الامر هذا خصو شويه ديال الصبر هو ان تنتصر على نفسك اولا مع نفسك، ما يهمكش الناس اش غيقولوا، خصك مع نفسك واش قادر ولا لا. الانسان يجرب، يعني صعيب الانسان يجي واحد يظلمك، يجي يسالك بكلام ولا يدفعك ولا يجبد لك شي حاجه اللي انت ما تبغيهاش وتصبر وما تردش عليه. خاصنا نستحضروا في هذيك الوقت، في ديك اللحظه استحضر انك يعني ستتخلق بهذا الخلق الكريم وستنتصر على نفسك اولا قبل ان تنتصر على المورد. راك فائز ديجا، راك فائز. وعلاش؟ والدليل على ذلك هذاك اللي ظلمك ولا سالك ولا سبك ولا عايرك وشافك ما رديتيش عليه، راك كتمحنو، راك كتخليه يفكر. ولذلك كنقولوا هذه قوه، ولذلك كنقولوا هذاك اللي سالك راه قدم لك خدمه، قدم لك خدمه لانه اعطاك فرصه للانتصار على نفسك وباش تبين المعدن ديالك وتاخذ الجزاء ديال الله سبحانه وتعالى، المعدن الاصيل. والدليل على ذلك هذاك اللي ما كترتش عليه السوء بالسوء، بل اكثر من ذلك تجتهد في ان تحسن اليه حينما يسيء اليك. ايقيني انك غتكوني مساهمه في تجفيف منابع الانتقام ومنابع السوء، لانه غادي يقولوا هذا السيد هذا ما خليت ما عملت معاه، هذا السيد هذه ما خليت ما عملت معاه، ومع ذلك لا تبادلوني الشر الا خيرا. فانا غادي نرجع الطريق غدوز وغادي يقول لك اسمح لي، تقول الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، وتكسب فيه خير، وغتكسب خير، وغادي تنشر هذه الاخلاق الرائعه اللي هي العفو عند المقدره، بمعنى انك ملكت ان ترد. عندك فرصه باش تهينوا كما هانك وباش تظلموا كما ظلمك، ولكنك لم تلتفت الى حدود نفسك ولم تلتفت الى الموروث اللي كاين في المجتمع واللي هو رائج. انت عندك دور المصحح، دور انك تشق لنفسك طريقا فيها مبدا رفيع جدا تدافع عنه، وايقن ان الخير ات، وانك تعطي المثل سواء في بيتك سواء في العمل سواء في الشارع سواء في السياقه. احنا مثلا في السياقه شحال مره كيوقع لك هادشي في السياقه، تتحسن من السلوكيات ديال المجتمع بكامله. اكيد هو غيجيك بالسب والشتم وانت تقابله بالاعراض، وعندنا في ديننا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وعندنا اعرض عن الجاهل. شنو الجاهل؟ الانسان الذي يجهل عليك، ماشي الجاهل بمعنى الاميه، الجاهل بمعنى كيجي يجهل عليك. شحال مره انت ما بيك ما عليك، ويجي الانسان يسبك ويشتمك ولا يسئلك بقول او فعل او اشاره، هادشي موجود في المجتمع. اذا ملكت نفسك وضبطتها ولم ترد حينما وانت تقوى ان ترد وتنتصر لنفسك، راك تتميز في زمن نبحثوا فيه عن التميز. وهنا فين خاصنا نتعاندوا؟ صحيح، ماشي في الخوى الخاوي، التنافس هنا خص يكون. تنافس في قيم الخير، ولذلك كنوجدوا هادشي في المجتمع، كنقولوا فلان قشبته واسعه. كاين امثله زوينه في المجتمع، فلان ما خلوا ما داروا فيه وما عمروا دا فيهم، وهذه قوة في الشخصية، هذه التي أراد أن يصنعها ديننا وأراد أن تصنعها، وهذا الشيء موجود في القيم ديالنا وفي التاريخ ديالنا وفي أخلاق العظماء في مجتمعنا وفي تاريخنا. لابد كنلقاو دائما الإنسان بين الإعراض وإلقاء السلام. شوف دابا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، شوف هو البضاعة ديالو، شوف أنت البضاعة ديالك. ولذلك كنقولوا كل ينفق مما عنده، كل إناء بما فيه ينضح، كل واحد كيعطي من داك الشيء اللي عنده. علاش شي واحد كيمشي في المجتمع بهذه الأخلاق؟ عرفوا راه من واحد المعدن أصيل، وعرفوا راه داخل في واحد العالم ديال الصفاء وديال الأخلاق وديال الانتصار على النفس. هذه ماشي مثاليات، هذه أمور مجربة يقوى عليها كل واحد، ولكن خصو ياخذ فيها النية ويخضع فيها العهد ويقول بسم الله توكل على الله، إن أساء الناس إلي أحسن إليهم، لأنه أنا عندي بضاعة ديالي وهو عنده بضاعة ديالو، وسيغلب خيري شره، وغنمشيو مزيان إن شاء الله، وغادي نستطيعوا أننا نزولوا الأحقاد من المجتمع ونزولوا هذه السلوكات من المجتمع ونأسسوا هذه الثقافة ديال التغافل وديال الاحترام وديال التسامح وديال الإعراض وديال السلام وديال الصفح، وهكذا إن شاء الله حافظوا على المجتمع. ممكن جدا درتيها أنا وتعندوا معنا بزاف الناس ان شاء الله، ممكن جدا جدا ان شاء الله، لان العفو لا يزيد الانسان الا قوه ورقي. شكرا، وسلوك حضاري كذلك. مرحبا. شكرا لك دكتور مصطفى الصمدي، تتفوج علينا كل جمعه مباركه، نلقاو الجمعه الجايه ان شاء الله. لحظه نمشيو نختموا حلقه اليوم صباحيه الدوزان مع سعد هاشمي. لالا سعاد السلام عليكم. صباح الخير لالا سعاد. اليوم جايبه لنا بزاف ديال الماتيريال، اليوم غادي نتكلموا على الناس المصابين بالشلل النصفي، كيفاش نرافقوهم في البيوت ديالهم. كاينه طريقه خاصه
كاين بزاف ديال الطرق بزاف ديال الوسائل بزاف التقنيات اللي خصهم يدخلوا في داك لو روتور على ميزون من بعد ما تيفقد الانسان الاستقلاليه ديالو الحركه ديالو ماشي سهل افيك بيان سور ان اكونبانيون سيكولوجيك اللي كيكون اكيد اول حاجه سميره ملي كيبغي الانسان يخرج لان كان فاش كان اوسبيتاليزي كان واحد الوقت في حس بواحد الامان والراحه لان كلشي تيجي تجي لعندو هنا غيرجع للدار فيصطدم مع الواقع فيصطدم مع الواقع الحياه اليوميه والصعوبات ديالها هذوك لي طاش اللي كان تيديرهم عاديين غير وليو تحديات يوميه تحديات واش يوصل واش يحققها ولا ما يحققهاش غير باش ياكل واش يقدر ولا لا هادشي خصنا ناخذوا في عين الاعتبار فيما يخص النفسيه ديالو اول حاجه هي النفسيه الا ما كانش النفسيه مرافقه نفسيه حتى في لو تريتمون ديال الترويج ما تينجحش ما تعطيناش نتيجه اكيد اول حاجه كنسميوها ليرغوثيرابي خص يكون اخصائي في ليرغوثيرابي اللي كيكون هو ابن الاخصائي ديال الترويج الطبي اللي خصو يجي يشوف مثلا المنطقه فين عايش باش يدير اون ادابتاسيون ديال المحيط ديالو المحيط ديالو مع الاعاقه الحاله ديالو اكزاكتومون لا هذاك التاقلم تيكون بمؤدات بامور اللي خصها تولي انستالي في الدار باش نحاولوا ما امكننا ان هذاك المريض يكون عنده واحد الاستقلاليه في لي طاش اليوميين ديالو ما يكونش كيعتمد 100% على الاخر دونك اول حاجه غنبدا بها سمير نهضر اولا على هذه المؤدات من بعد غندوز لك كيفاش خصنا نعسو كيفاش خصنا نجلسو كيفاش هذاك اللي ما رافقوش شنو خصو يدير مثلا كاين هاد لو سيغ ماتلا الا كان انسان ما يمكنلوش يشري ان ماتلا لان الا خرج كان انسان اليتي 100% لان دي فوا تيكون ما نهضروش على الشلل النصفي حتى اللي عنده مثلا شلل كامل اليتي 100% خصو الماتلا داك الماتلا ميديكال كيتبع ان بو بيان سور ماشي كلشي كيقدر يشريه فكيمكنلو يشريو غير هاد لو سيغ ماتلا تيتنفخ بحال الماطلا تيدار فوق الماطلا اللي عنده هو في الدار ولكن شفتو في بلاستيك يعني ما تيدرش ما تيحرش خصو يكون هكا خصو يتنفخ خصو يكون هكا كدير ليه واحد ليزار سبيسيال فوالا مي هذا اساسي علاش لان المشكل اللي كيوقع لهاد الناس اللي كيكونوا اليتي هما لي زيسكار التقرح ديال الجلد تقرح اللي كيجي عليه المعاناه اللي كتجي مساكن لهاد الناس فهادو ضروري اللي ما قدرش يشري لو ماطلا كامل يشري على الاقل هذا في المتناول بعد شويه اقل ثمن من الاخر يكون ضروري عنده باش ما يوقعوش لي زيسكار هذه اول حاجه ندوز نهضر مثلا غير على هاد لودغا هاد لودغا سمير شنو هو الدور ديالو كتفرشوا تحت لو مالاد هذا كيتسمى ان دغا دو غليسمون داخل في ليرغوثيرابي فاش كتبغي تقلب المالاد ولا تعاونوا باش يوقف تجرب هذا يعني غليسمون التنقل تيكون اسهل باش يزلق فوالا كيكون تحت منه كتشدو من هنا من هنا تتجرب ولكن لما تيغديرو ما تطيبش ما تسخنش ما لا لا رطيتبا رطيتبا وبرده يمكن لك ما ديرولو تحت منه حتى تكون غادي تحركو حتى تكون غدورو على جنبه لا عرفتي لا ماتيغ نيت الا فيت بوغ سا هذا لان الدور هو انها خصها تكون باش المريض ينزلق داكوغ دونك فاش كنبغي ندورو مثلا على جنبه كندورو بهذا غابيدمون لان كاع الناس اللي يكونوا مرافقين هاد المرضى هما براسهم الاغلب اللي شفت انا سامر مرض مشاكل ديال الظهر مشاكل ديال العنق لان ماشي ساهل دونك هما خاصهم يحاولوا على الريوس باش يحاولوا على الرسوم خصهم يديروا حركات ادابتي ويستعملوا هادشي اكزاكتومون ما يخليهمش وما يديروا لي فوق من عندهم دونك هذا هو اساس يكون في البيت انا بزاف الناس لقيتهم كيعاني مرض بالدار حيت خصو يدور مثلا الاب او الام ديالو اللي عندها الشلل عندنا هاد لاشيز هي هاد الكوسه هذا سان كوسه تاع اونتي اسكار كنديروا في لاشيز غولونت تيجلس عليه سي اونتي اسكا هذا خصو يكون تا هو انه ضروري للمرضى في لاشيز غولونت او لا الا كان تيجلس شي كرسي متحرك باش يجلس عليه او لا الا كان جالس على شي كرسي اخر عنده في الدار مهم باش ما يجيش باش ما يجوش لي زيسكا كاين هذا حتى هو عنده نفس الدور مي هذا كيدار مثلا في لادوش في الكرسي ديال لادوش كاين اصلا دي شيز اللي خاصين تيداروا في لادوش ما يمكنش ما قدرتش باش نهزو غادي نجيبهم ان شاء الله كاملين شي مره اللي كيدار في لادوش ودار هذه لان شوفي كتولي عندهم واحد لا سونسيبيليتي في الجلد سميره يعني كثر من داكشي اللي كيتسوق الانسان فهادشي كيبقى وسائل ضروريه باش ما نوقعوش في لي زيسكار لان لو تريتمون ديال لي زيسكار كيولي في حد ذاته معاناه اخرى زائد المشكل ديال الحركه اللي عند الانسان هادو ايضا تاوما سي دي تابي اونتي اديزيف اونتي ديرابون اونتي ديرابون اديزيف كيلصقوا وباش ما تيزلقوش حتى هما هادو ايضا دابا شي كنهضروا على اللي قلت لك ليرغوثيرابي لان ليرغوثيرابي هو داكشي اللي غاتانستالي في الدار باش داك لو مالاد يكون اوتونوم شي شويه وباش ما يزلقش ولا ما يطيحش غنشير واحد النقطه اساسيه سميره هاد الناس شنو هو لو كومب اللي كيوقع لهم من بعد انا بوكو حضرت دي جون سورتو في ان سيغتان لاج اللي وقع لهم مثلا النصفي وشنو اللي تيجيب لهم كما تنقولوا حنا التمام الهرسه ديال الورك اكزاكتومون هادشي كله بوغ ايفيتي سا لي زيسكار وفاش كيطيحوا تيتهرس لهم الورك الاغلبيه ديال الحالات اللي شفت ما كيعاودوش ينوضوا سميره سورتو الا كانوا
ديجو اشي ما كيعندوش ينوضوا صافي. وحتى الفتيح صعيب عليهم لان تيكونوا دي فوا ما تيمكن لهمش يفتحوا واحد المعاناه كبيره. دونك هذا الشيء اساسي يا سميره. الناس سورتو اللي كانوا ديجو اجي بروبليم كبير في ليكيليبر افي سي ولا كاع يعني انواع الشلل. هذا الشيء خصو يكون اصلا يفطر. هذا الدوام هذا ماشي انفستيغ في هذا الشيء ماشي مشكله. هذا الدوام الوغ غادي ندوزوا لهادو كنهضروا ديما على لي زيسكار. الوغ هذا كديريه سوا لان الانسان تيبقى عليه مده طويله وكما قلتي تاع لي دغايتو راه كيوقع لي زيسكار. هذا سوا كديريه تحت القدم هكا هذا بدا داير الرجل هكا مثلا اولا كديريه في لو ساكرون في هذه المنطقه. نجي هنا باش نوريك سميره هنا في هذه المنطقه هذه البلايص اللي سيطيبوا البلايص اللي سيطيبوا ليهم مساكن قوت بلوت ولا بقوه تسرح على عندك فاهم. الوغ هذه كدير هنا وكيمكن لك ديريها حتى في القدم. دونك كتستعمل في لي دو سونس. نشوف لا ماتيير لا ماتيير فوالا وكاين بزاف الناس ما تيعرفوش هاد ليبتيزاسيوس وكيعانيو مع لي زيسكار يعني هي اللي تتبدل الحياه ديال هاد الناس وتتعاونهم سيغتو انهم يتعايشوا مع المرض ديالهم. الله يحسن العوان. هادي عندها نفس الدور لكن هادي كديرها في لاكولون فيرتيبرال طق طق كتجي مع لاكولون فيرتيبرال تحت او لا اي منطقه اللي كي فيها مثلا كتبان لك فيها يعني كي فيها كتحط بزاف على لاشيز ولا اللي كتحك فهادي مي سورتو بور لاكولون فيرتيبرال لان هادو هما المناطق خصوصا اللي كيوقعوا فيهم لي زيسكار بالنسبه لهاد الناس المصابين بالشلل. دونك هادو مؤدات كاين اخرى ان شاء الله دابا نجيبهم في شي حلقه مقبله وسورتو غادي نجيب مؤدات. انا ما كنتش عارفه بان هادشي كله سايكزيست وعندنا في السوق المغربيه وموجوده موجود وما غاليش اثمنه اللي زعما في المتناول ديال الجميع. مره اخرى غنهضروا على المؤدات المشي كيفاش دو ا زد شنو هي الاولى الثانيه ندخصوا لها شي حلقه. دابا غادي نمشي لسميره غير كيفاش هذاك الانسان المريض كيفاش خصو يتابع ليزيكزيرسيس ديالو في الدار. اللي خصنا نعرفوا ان الانسان اللي مصاب بالشلل او بلا في سي شلل نصفي شوف اللي كنشرح ديما حتى اللي مرض فاش كنتبع معاهم انا التروي الطبي راه الا ما كانش هو تيخدم هو تيركز ما كتكونش لا ريكوبيراسيون ابدا. وشنو تتعني بالريكوبيراسيون؟ لا ريكوبيراسيون هي انها ترجع لنا الحركيه. ممكن؟ اكيد الناس اللي عندهم شلل نصفي بيان سور على حساب خاصو يدير ترويد باش يرجعش. الترويد هو لو سول غوميد سي لاكومبانيمون اللي كيكون الون تيرم. والترويد ماشي غير عند المراود الطبي وماشي غير المرافقه عند الطبيب خاصنا نديرو حتى في البيت ديالنا عند اكيد هادو من بعد في الاول سي في الدار سي الاخصائي اللي كيجي مثلا نهار نهار لا ولكن تيكون عنده تمارين الى جي اللي خصو يخدمها يوميا. وهادشي اللي بغيت نركز عليها سميره لانني بزاف ديال المرضى انا اللي كنكون خدمه كما بدات كون كيخدم معك وعقلو في بلاصه اخرى ولا انا نو ما عندوش الرغبه هنا. ما عندوش الرغبه انه هادشي علاش كناكد على المرافقه النفسيه. الا ما كانتش المرافقه النفسيه اللي ترد ليه شويه الرغبه ما كينجحش العلاج. واضح دونك التمارين كيفاش خصها تكون لي زيكزيرسيس باسيف في الدار سميره سي دي زيكزيرسيس تنكونوا شفنا مع الاخصائي اللي خصنا نديرهم بطريقه يوميه منتظمه مستمره. تكرار نركز على هذه المساله جوج النقط تكرار والتركيز. الا ما كانش التكرار والتركيز يوميا صعيب باش تكون ريكوبيراسيون لان لو سيرفو كيدير واحد المجهود كبير يوميا بوغ سو ريكابلي. معنيتها كنسميوها حنا لا نوروبلاستيسيتي. معنيتها ان ديك المنطقه اللي تقاست في الدماغ بسبب ديك الجلطه اللي وقعت مثلا كيمكن لنا بالتكرار ديال ليكزيرسيس وبالتركيز على ليكزيرسيس نعودوها انه يرجعها نعودوها. هذوك لي نورون نخدموا نكونوا اكتيفيو راه كاينين ونكتيف دي نورون اخرين في ديك المنطقه اللي يعاودوا يديروا لنا نفس الحركه. ولكن باش نردوا داك الكابلاج ديال ديك المنطقه ديال لو سيرفو مع ديك العضله في المنطقه اللي مخدامه خاص التكرار والمواظبه التكرار والتركيز والتركيز. الوغ كاين دي تكنيك كاين كنسميوها حنا ليماجري مونتال. شنو معنيتها؟ المريض عنده واحد الحركه خصو يديرها غنقول له شوف واحد خمسة دقائق قبل ما دير الحركه غتبقى تخيلها في عقلك وتعاودها تركز على ديك اليد مثلا وتخيل انك كتجمعها وكتلقاها في عقلك. وعرفتي قوه التفكير قوه السوجيسيون فوالا حنا كنسميوها ليماجري مونتال. ابخي 5 مينوت انت عاد تبدا تطبقها فاكيد لا ستيمولاسيون ديال لي نورون ديال ديك المنطقه تيكون اكثر وافضل وبطريقه اسرع. ايضا عندنا سكون ابيل حنايا لا ثيرابي ميغوار. شنو معنيتها؟ كنت باغي نجيب واحد المرايه ونسيتها باش نديرها كاريمون. الوغ بحال دابا غنجي نخدم يديا غنشد هاد اليد صحيحه سليمه وغندير الحركه ديالي مثلا هي هادي وغنجيب مرايه اون فاس مع ديك اليد صحيحه وغنبقى يدي صحيحه اللي كدير الحركه كتبان لي في المرايه وانا ملي كنشوف بالعقل ديالي كنشوف هادي وكنشوف المرايه. دونك سي كوم سي
تتشوفي لي المريضه هي اللي تتخدم إيلوزيون كنعطيها لو سيرفو بان راه بجوج خدامي الدماغ ديالك بان هذيك اليد اللي مريضه راه هي اللي كتخدم دونك هذه كنديرها قبل ما نبدا تاي ليكزيرسيس ديالي سبحان الله ستيمولي نورون بوكو بلوس كاين ايضا واحد الحاجه اخرى اللي كنسميوها حنا موفمون باغ كونترانت شنو معنيتها انني ملي غادي نجي نخدم الحركه ديالي اول حاجه المنطقه السليمه كنحيدها مثلا كنشد لاكان الناس اللي غيمشيو بلاكان العكاز المنطقه السليمه بحال دابا هاد اليد غنديرها مورايا بحال في عقلي ما كايناش غادي تعول على هذيك اللي فيها تنقول في عقلي جو سوي اوبليجي باش نخدم هذه جو سوي دون لوبليغاسيون باغ كونترانت خصني نهضر مع عقلي نفهمو بانني انا هذه ما كايناش جو سوي دون لوبليغاسيون ثلاثه شوف كاين ثلاثه ديال المراحل سي نفهم عقلي بانني جو سوي دون لوبليغاسيون نحيد الاخرى حتى من ليماج حتى ليماج ديالي ما نشوفهاش الاخرى حدايا والحاجه الثالثه نكرر الاولى والثانيه والعشره والسبعتاش والخمسين دونك هاد الطرق ثلاثه حنا كنعلموا المريض انه يخدم بهم في الحركات اليوميه المنتظمه المستمره سيت ان موفمون اللي ما خصوش يحبس سي دي زيكزيرسيس اللي خصهم يديروا بطريقه يوميه صباح وعشيه ثلاثه المرات في النهار قد ما المريض يمكن له دونك فريمون باش قلت لك المرافقه النفسيه مهمه سميره باش المريض يقدر يتبع هادشي اللي كنقول خاصها تكون قبليه قبل من هادشي كامل اللي تنهضروا عليه قبل وفي خاص تكون مراقبه نفسيه باش هاد المريض يتشجع مستعد تكون عنده رغبه انه يزيد القدام وانه يرجع الحركيه ديالو لان باش يدير هادشي اللي كنقول لك سميره هاد الطرق اللي تكنيك تكون عنده رغبه فهمتي وحنا عندنا بالنسبه لي زافيسي كنسميو حنا لو بلاطو دو ريكوبيراسيون دي لي زافيسي غالبا كتكون واحد 3 شهور 4 شهور المريض كيولي عنده ركود في لا ريكوبيراسيون كيحس بان مثلا ولات يدير هكا ما فاتهاش هذه المساله كتلعب بزاف المرضى ديالنا فمن كنكونوا كنخدموا معاهم لا انا كنقول للمرضى هذيك حاجه طبيعيه كتكون في هذه الحاله خص جو دوا لا ديباسي خصني نفوتها وبالعكس فاش نحس بان الركود بدا تيبان ليا عاد نزيد في الحده وفي الاداء ديال التمارين اللي كنخدم انا نركز على اليد شوف اليد كتكون هي اللي خرا ريكوبيري خصني نخدم واليد باش غنخدمها سميره بلي طاش اليوميه ديالي كنغسل نحاول نعاون في لاكويزين نخدم يدي في لي طاش كوتيديان ديال الدار هذوك هما احسن اكزرسيس بالنسبه للمشاكل ديال اليد ديالنا واضح شكرا حاجه اخيره سنه اللي غنرد ليها من بعد نهضروا على لي بوزي كيفاش نعسوه كيفاش نجلسوه غنردوا البال للكتف الناس اللي عندهم لافيسي الكتف المريض تيكون فريمون تري فراجيل قابل لاغاشمون غير كيتي اجي الا كان المريض تينعس على الكتف ديالو نقدروا نديروا هذه هنا اكيد واضح شكرا هذه فكره رائعه قلتيها سميه دونك ما نجروش من ديك اليد واضح شكرا لك سعاد نتلاقاو ان شاء الله عما قريب دائما في بلاتو صباحيه الدوزام اللي تيضرب لكم موعد ان شاء الله ابتداء من الاثنين المقبل مع فقرات مواضيع وافكار تتهم حياتنا اليوميه الى اللقاء وجمعه مباركه